السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله. أول سنة زواج كانت أسوأ سنة بحياتي، رغم أن زواجنا كان عن حب، وزوجي رجل خلوق ومحترم، لكن اختلاف الطبع وتدخل الأهل بحياتنا وصغر سني كلها أمور أدت إلى مشاكل كثيرة، ثم إلى الانفصال والطلاق، ثم رجعنا لبعض، والآن تجاوزنا كل تلك الخلافات ونعيش حياة سعيدة ولا نسمح لأحد أن يتدخل بحياتنا. تتعدد المشاكل بين الزوجين في السنة الأولى من الزواج نظرا للاختلاف في الشخصية والانطباع، فمع انتهاء شهر العسل تنتهي فترة المجاملات وتبدأ الزوجة بالاقتراب من زوجها، وكذلك هو، فيكتشف كل منهما انطباعات مختلفة صعب التكيف معها. وتعد السنة الأولى من الزواج من أصعب الفترات في الحياة الزوجية، وتؤثر على الصحة النفسية للزوجة نتيجة الخلافات والمشكلات التي تحدث في بداية الحياة الزوجية، لكنها عزيزتي أمور بسيطة يمكن معالجتها بسهولة، وممكن مواجهة التحديات التي تحدث بينك وبين زوجك في السنة الأولى من الزواج. فما هي أسباب هذه المشاكل؟ وكيف يمكن معالجتها وتفاديها؟ في هذه الحلقة من دولة النساء، والتي تحمل عنوان المرأة وتحديات سنة أولى زواج، نتحاور مع ضيفتينا الكريمتين الدكتورة سعدية أبو عواد، استشارية تربوية ونفسية ورئيسة وعضو مؤسس لأكاديمية رفاء للتمكين الوالدي والاستشارات، والأستاذة أجان يحيى، إعلامية واستشارية تربوية. أهلا دكتورة سعدية. أهلا أستاذة أجان. دكتورة سعدية، يعني سنة أولى زواج، يعني مفترض نحن نتوقع بأنها سنة العسل والأشطة والسعادة إلى آخره، لكننا نتكلم عن مشاكل حقيقية ومشاكل خطيرة، فكيف تكون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هي السنة الأولى الزواج فاتحة حياة كاملة تدوم إن شاء الله ما بين الزوجين، وكثير من يقول أنه هذه السنة هي تحدد نجاح الزواج أو عدم، فبالتالي إحنا ننظر إلى هذه المرحلة الدقيقة والحساسة جدا بأنها كأنها عنق الزجاجة في العلاقة ما بين الزوجين. إذا استطاع الزوجين أن يتخطوا هذه المرحلة بنجاح، يعني يتوقع أنه يكون في هنالك كمرحلة تأسيس لنقول طبعاً. جميل يعني جداً. طبعاً يعني نحن نسعد بمشاركة مشاهدينا عبر اتصالاتهم المباشرة على الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة، أو عبر تعليقاتهم على لايف فيسبوك ويوتيوب، ويسرنا طبعاً أن نتشارك بعض التجارب التي قد تمر مع المستمعين لنستفيد منها ونفيد. أستاذة أجان، يعني وجود مشاكل في بداية الحياة الزوجية، ما يسبقها كان خطوبة، ولعلها كانت فترة سعيدة جدا فيها الكثير من المودة والسعادة والهدايا والول إلى آخره، ثم ندخل على سنة أولى زواج يبدأ تصادم. لماذا؟ دايما هي السنة الأولى دي، يعني مؤخرا أصبحت السنة الأولى هي اللي بيجتازها تقريبا بيجتاز 3/4 المصاعب. ولما نرجع ونشوف بعض الإحصائيات نلاقي إن أكتر من 70 أو 75% من نسب الطلاق بتحدث في السنوات الأولى من الزواج، وخاصة السنة الأولى زواج. فمعروف إن السنة الأولى زي ما حضرتك تفضلتي كده وكرس عليها هي البداية بتاعت عنق الزجاجة، اللي هي بيتكشف كل منهما على الآخر. اللي بيحصل إن بتبقى البنت يعني طالبة شكل حياة معين، عايزة تستمر على نفس النهج سواء كانت في الخطبة أو ما تسمعه عن الزواج. ونفس الشيء الشاب، المشكلة في المفاهيم اللي بتبقى عند البعض خاطئة، أو المبالغة في التصور، يعني أنا ببالغ في أن أنا عايزة الحياة بالشكل المعين، رفع التوقع والتعامل مع احتياجاتي وليس احتياجات الطرف الآخر. بمعنى أن مثلا الزوج بيبقى عايز، أنا محتاج 1 2 3 4، طب وماذا ستقدم؟ ماذا عليك من واجبات؟ إيه اللي أنت هتقدمه؟ نبقى نشوف، ولكن ده واجبك، ده اللي أنت مفروض تعمليه. وتتعامل الزوجة، أنت المفروض تعمل لي 1 2 3 وتخرجني وتجيب لي وتدلعني، وتبدأ تحط بعض
الأمور الكثيرة التي في أوقات كثيرة جدا ما بتبقاش متناسبة مع طبيعة الشخصية، ولكن أنا رسمة صورة معينة عايزة الحياة بتكون بالشكل ده. الأول شيء لازم نبقى نفهم بعضنا البعض، يعني أنا كبنت أو كزوجة أفهم ماذا أحتاج، ما الذي أريده، أطمح في إيه، أفهم الطرف الثاني ونضع الخطوط العريضة. دايما بقول في الخطوبة لازم تحطوا خطوط عريضة لطبيعة التعامل مع بعضنا البعض. يعني لو أنا شخص عصبي أبقى فاهم كويس جدا لما تعصب ما تبقيش تتصدمي معايا، أنت برضو نفس الشيء لو أنت بتعامل كلميني بهدوء وقتها، مش عايز الصوت العالي، أنا أقبل العمل. يعني ليه تكون فترة الخطوبة مثلا فترة اتفاق وسنة أولى زواج هي التمرين العملي هي والتطبيقي. بقى التطبيق اللي بيحصل إن بنبالغ قوي في الخطوط العريضة، احنا عايزين نعمل كذا وكذا وكذا، بتبقى مثالية إلى حد كبير. وقت التطبيق بنتصادم بأن كل واحد طبعه هو اللي بيضغى عليه. يعني أنا شخصية عصبية وبقولك لما تعصب ما ترديش، وأنا بتكلم لما هو يتعصب أنا مش هقدر أسمح له أنه يهني من غير ما رد، أنه يزعق من غير ما أتجاوب، فبالتالي بيحصل الصدام. النقطة الثانية الاختلاف الشخصية الكامنة، يعني إيه؟ يعني هي الجزء الخافي من كل واحد بتظهر الشخصية دي بعد الزواج. مهما نقول عارفين بعض وأخدين على بعض وبيتعاملوا مع بعض بمنتهى الحب والود وبينهم قمة التكافؤ والتوافق وبينهم علاقة عالية جدا من الفهم، ولكن مع أول يوم زواج بتتكشف لكل واحد من كل طرف للطرف الثاني جوانب أخرى خفية، اللي هي مثلا أنا ما ببقى قاعد ما بعملش أي حاجة، بسرح، أنا بحب أفصل دماغي خالص، أفتح التلفزيون أتفرج على أي حاجة، علاقتي مع أصدقائي، طبيعة نومي، طبيعة أكلي، طبيعة تعاملي مع البيت والترتيب، فكل دي أمور بتبقى بشكل مهندم في الخطبة والعقد. فرد الفعل مع الشخص الآخر أو مع الطرف الآخر دائما بيبقى في حاجات مختلفة. أنت بتحب تنام في الظلمة، أنا بحب أنام والنور منور، أنا بحب ما أتعشاش بالليل، لا أنا بحب أتعشى، الحاجات حتى في الأمور الحياتية. هنا يجب أن نفهم أن السنة الأولى هي مرحلة الاكتشاف من جديد، ما ينفعش نقول أنت كنت في الخطبة ما بتقولش كده، أو أنت في الخطبة قلت لا، أو أنت لم تخبرني بهذه الأمور في الخطبة. فنبقى عارفين أن الخطبة والعقد يا جماعة كلها إن أظهرت فهي لا تظهر أكثر من 60% من الشخصية، تبقى 40%. مفيش حاجة اسمها أنا عارفة 100% أنا حافظة كجبل الجليد، في بعض يظهر 10% و90% تحت النسبة. دكتورة سعدية، يعني تكلمت أستاذة أجل لعلها ركزت على الأسباب الشخصية الموجودة بالاختلافات الداخلية لدى كل منهما، أليس هناك أسباب أيضا خارجية ممكن أن تؤثر على هذه العلاقة؟ هي أسباب عديدة، يعني من أبرزها أنه كلا الطرفين يأتي من بيئة مختلفة تماما عن بيئة الطرف الآخر، وهذا سبحان الله يعني إحنا نجدها. دائما أقول أنه أن الإخوة داخل البيت الواحد بنفس البيئة وبنفس التربية وبنفس التنشئة يحدث خلافات بينهم، فما بال شخصين من بيئتين مختلفتين تماما، وأحيانا بيكون من مستويين اجتماعيات مختلف، اقتصادي مختلف، ثقافي مختلف. فبالتالي يعني لابد إحنا أن نركز على ما نريد من الزواج، وهذا يجب أن يتفق عليه في بداية العلاقة من البداية. يعني ليست فقط هي يعني عملية زواج وانتهى، بل في هنالك أهداف يجب أن تكون واضحة لكلا الطرفين. لماذا هي مؤسسة الزواج؟ لماذا بده يحدث الزواج؟ وهذا يتفق عليه، والاتفاق عليه يهون ويعتبر كمرجعية لديهما عند الاختلاف. فكل ما حدث خلاف ما بينهم يعود إلى النقطة البداية التي اتفقوا عليها، نحن نريد أن نؤسس أسرة سعيدة، نريد أن نؤسس جيل، هذا الجيل نافع لأمته نافع لنفسه. فبالتالي هذه المعايير التي يتم وضعها تقرب تقرب هذه المعايير التي يتم وضعها في البداية تقرب المسافات بين الطرفين، يعني تكون كمرجعية في حالة الاختلافات ما بين الطرفين، توضح كثير من الأمور، وتجعل في خلال سنة أولى زواج كثير من المواقف التي تحدث فيها ما بين الطرفين أنهم يجلسوا ويتحاوروا على ماذا اتفقنا، يعني يضعوا ميزان. نعم. كمعيار. نعم ميزان. نعم. ومعيار للعلاقة فيما لو اختلفنا قبل الزواج
فيما لو اختلفنا كيف تكون مرجعيتنا، من هي مرجعيتنا، كيف نستطيع أن نحل الخلافات، نتفق حتى على طريقة حتى يعني آلية الحل الخلافات والمشاكل، رفع الصوت ولا عدم رفع الصوت، القرب المكاني، يعني احنا نتفق انه ما نتحاور او ما نتناقش حول المشكلة الا نكون قريبين من الجسد. طيب هنا دكتورة سعدية، لعلك تريدين ان تسلطي الضوء على مشكلة قائمة، يعني عندما نصل الى هذا الحد من المشاكل والخلاف على ابسط الامور، اليس هذا دليل على ان الفترة الماضية كانت يعني تمشي أو كانوا يقضونها بأمور ليست جوهرية على سبيل المثال؟ هو ليس بالتمام، يعني أنت تريدين أن تكتشفي كيان إنسان تم بناؤه لمدة 25 سنة أو 30 سنة أو أكثر، نعم. أو أكثر أو 40 سنة، فلا يتم اكتشاف هذا الشخص بكافة تعرجاته يعني الخفايا الموجودة في هذه الشخصية. أحيانا الإنسان نفسه ما بكون يعرف نفسه إلا جميل. عندما يوضع في الموقف. صحيح. فأنا بدي خلال سنة ولا سنتين حتى خطوة، أحيانا في ناس يعني يمكثوا يريدون أن يعني كافة التفاصيل أن يتوصلوا لها قبل الزواج قبل أن يعقدوا العقد، لن تستطيع هذا الأمر. والكلام النظري قبل شيء والأرض الواقع أمر آخر. فنحن هنا نقول إنه عليك أن تدخل خلاص تقوي قلبك وتدخل على الزواج، وتقوي قلبك وتدخل على مشاكل الزواج. قضية أخرى اللي هي توقعات كلا الطرفين، التوقعات العالية، يعني بالإضافة إلى أنه البيئة المختلفة من كلا الطرفين، التوقعات، أنا بتوقع أنك أنت تنفذ لي كل ما أرغب. هذه التوقعات، أن التوقعات أيضا أنه الزواج سيكون به السعادة، وتشير الدراسات أنه الأشخاص الذين يتوقعون أن تزداد سعادتهم بالزواج يكون مصير علاقتهم إلى كثير من المشاكل، ولا بالعكس تماما لا تكون فيها السعادة. فبالتالي لا أبني سعادتي أنا على شخص وعلى زواج أو على، وإنما هي مرحلة من مراحل الحياة تتطور مثل ما تتطور أي الطفل الصغير كأي مرحلة عمرية أخرى، إنما والزواج فيه مراحل ويتطور هذا هذه العلاقة تتطور مثل ما يتطور الطفل الصغير، يكون في البداية يحبو ثم يقف ثم يكتشف قدراته، نفس الشيء ثم يثبت ويستقر ويستقل، وهكذا جميل. تكون العلاقة الزوجية. فعلى كلا الطرفين أنه يأخذ بعين الاعتبار إن هنالك اختلافات كبيرة ما بين الطرفين، علينا أن نتوقع بدل من أن نتوقع أنه احتياجاتنا أن تلبى، أن نتوقع أن هنالك مشكلات، لكن إن وضعنا في عين الاعتبار أنني أنا أقبل هذا التحدي وأريد أن أنجح بزواجي كأي مشروع وأقبسي مشروع، نعم، وبالتالي أريد أن أبذل أنا وسعي وهو يبذل وسعه لكي جميل. ننجح هذه المؤسسة وهذا الزواج. جميل جدا. لعلنا نشارك بعض مشاهدينا، نشكر الأخت أو الأخ سيمو بلال، الأخت آمنة عبدي حراد، الأخ هشام دراوي، ولدينا مشاركة من الأخ غسان بلوط يقول أخطر أمر في العلاقة الزوجية هي كيفية التعامل مع الخلاف نفسه، والأكثر خطورة هو الفجور في الخلاف مما يؤدي إلى سنوات طويلة من التعب النفسي والجسدي، وعلي أن أقترح هو وضع سيناريو للخلاف لتحكم على الطرف الآخر هل تنتقل من مرحلة الخطوبة للزواج. يعني بعض ما تكلمتم به، وأيضا هنا يعني أشار على شيء جميل جدا، كيفية التعامل مع الخلاف، كيفية حل المشكلة نفسها. هي بداية لازم نبقى حاطين احنا ممكن نختلف في ايه، لان نعم. هي الفكرة ان اللي بيضايق او بيكبر المواضيع او بيحدث مشاكل عدة، ان انا دائما يقوم خلاف على نفس الأمر في كل مرة. بمعنى إيه؟ بمعنى تلاقي الزوج يعني في خلاف بينه وبين زوجته، أو العكس، هي بتتخانق مع جوزها لنفس السبب. بمعنى إن دائما مثلا بيجي متأخر من الشغل، دائما بنختلف إن أنا أنزل أخد إذن ولا ما أخدش إذن، دائما أنا عايزة الدوام أنت بتتأخري بترجعي ما بيبقاش فيه الغدا موجود ولا مش موجود. فبنجد إن مشكلة نفس المشكلة وكل السبب يوم موجود، السبب دائماً موجود ودائما أشكال عدة، بالنهار بالليل
وفي التليفون على الواتساب اي شيء، فبنلاقي هو هو السبب ودائما نختلف، هو عصبي هي عصبيه فنفس الشيء. فهنا بتكمن الخطوره لما بنلاقي ان احنا بنختلف دائما على نفس السبب، يبقى احنا ما بنتفقش ان احنا نحل هذا الامر بشكل جذري، يعني يا اما بتعتذر يا اما هو بيعتذر ويتم الصلح وتمر الايام ويحصل نفس الخلل. فاول شيء ان احنا نحدد هو احنا بنختلف في ايه، يعني نقاط دائما التماس. انا لا اريد ان تتاخري في العمل، انا لا اريد ان يكون المنزل غير مرتب، انا اريد دائما الطعام جاهز، انا اريد دائما منك ان نخرج يوم العطله ولا تتحدث مع اصدقائك. في نقاط واضحه هي دي بالنسبه للزوجة قواعد، ولكن في امور بسيطه، يعني مش القواعد الكبيره الخاصه بالمشكلات، ولكن القواعد اللي انا شايفه ان كل اسبوع او كل يومين احنا بنختلف عليها. فالقواعد دي احنا نحطها، طب خلاص بالنسبه لي انا يوم العطله مش همسك التليفون، يوم العطله بتاعك انت هتخرجي فيه، زياره امك مره واحده في الاسبوع، مرتين في الاسبوع، كل يوم. فالحاجات البسيطه اللي ممكن احنا كل يومين بنختلف عليها تكون واضحه، تكون واضحه، فنضع لها حدود واتفاقات. النقطه الثانيه النقاط الجوهريه الكبيره اللي مثلا التفوه بعض اوقات معينه بشكل عصبيه او بكلمه حاده، فانت بقى لما تغلط فيا او انا اخطئ شكل التعامل يكون ازاي؟ اول شيء ان اتركيني اهدأ، او لا انا ما بحبكيش تسيبيني، احنا لازم نخلص الموضوع في نفس الوقت، او لا انا لازم انام، انا لازم انزل من البيت وبعدين ارجع نتفاهم، انا شخص بتعصب ما احبش اللي يرد عليا. فكل واحد يفهم نفسه ويوصل للطرف الاخر انا لما بتعصب بعمل ايه. اللي بيحصل ان كل واحد بيتعامل انا مش متحملة الطرف الثاني يعمل هذا الفعل، فبالتالي انا بدي رد فعل ممكن يكون يعلي المشكلة او يخليها صعبة جدا او تاخد منحة بشكل كبير. فالاتفاق هو جزء كبير جدا، والمعرفة بالشخص واعلام الشخص الاخر. في ناس ما بتقولش عن طبيعتها جدا. لدينا اتصال من الاخ ابو طارق من تركيا. الو، اهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يعطيك العافيه وان شاء الله عليكم. يعني الموضوع هذا له يعني مثل ما بقولوا علاقات كثيره بالنسبه للزواج، بالنسبه لل قبل الزواج وبعد الزواج. يعني انا بقول التفاهم بتبدا من البدايه، يعني اذا كانت الاختيار الصح بالنسبه للزوجين من البدايه، اختيار احد الزوجين، يعني ان كان بالتعليم ان كان بالبيئه، اكيد اذا كان صح العلاقه اكيد نهايتها صح. هلا الامور الثانيه بالنسبه للخلافات الزوجيه بتصير، يعني كل العائلات بتصير مشاكل، ان كان ماديه ان كان امور مثل ما ذكرت الاخت من شوي، انه مشان التليفون، مشان ال يمكن تاخير الزوج عن البيت، يعني دائما بصير خلافات. يعني بس دائما اذا كانت البدايه صح اكيد يعني المشاكل هي كلها بتنحل بكل سهوله. يعني التفاهم هي اساس كل شيء، التفاهم انه بين الطرفين، انه الامور هي صغيره لازم مباشره تنحل، ما نعيفها هيك تتفاقم او بعد فتره يصير تراكمات. هي تراكمات دائما هي الاصعب، يعني تعرفي القصص بتصير فوق بعضها فوق بعضها فوق بعضها، بعدين بتصير حلها كثير فيها صعوبه. يعني وشغله ثانيه كمان لما بصير خلاف كبير بيصير انه حدا يتدخل، شخص ثالث او اشخاص ثانيين، بدل ما يحلوا المشكله اكيد بيسووا مشاكل ثانيه. يعني بتعرفي الطبخه اذا كان في عده ايادي صار فيها بتحترق، يعني بصير عده نكهات وبتخرب طعمتها معك. بتخرب طبعا، بتخرب طبعا طبعا. الله يبارك فيكم. يعني اخ ابو طارق ما شاء الله يعني اضاءت على عناوين مختلفة، جزاكم الله خيرا على هذا الاتصال المميز فعليا. يعني الأخ أبو طارق الله يجزيه الخير حكى كتير نقاط، حنتناول نقطة نقطة لأهميتهم. بداية يعني دكتورة تكلم عن اختيار الزوج بشكل صحيح من البداية، وحتى الزوج للزوجة أيضا، لكن نحن نتكلم من منظور المرأة فقط لهذا، لكن المعيار نفسه أيضا أليس هذا أمر أساسي؟
هذا نحن نقول عنه انه يعني الزواج لا يكون بلحظة الالتقاء ما بين الطرفين في كاتب الكتاب او العقد، وانما يكون من مسبقا معايير كلا الطرفين للزوج المستقبل. من تريد ان يكون والد ابنائك؟ من تريد ان تكون والدة ابنائك؟ هذا الامر الذي يعني يكون واضح، صورة واضحة، كل ما كانت صورة واضحة مسبقا فهذا الأمر يعود على كلا الطرفين بالنفع. نعم. لكن فيما لو يعني اخترنا وتزوجنا وتبدأ الآن الظنون في أنني أنا أسأت الاختيار والمشاكل التي تحدث، كثير من تراود الأفكار يقول أنني أسأت الاختيار، هل هذه الفكرة أو هذه الأفكار هي أفكار منطقية ولا غير منطقية؟ يعني هل هي حقيقية أم نحن نتعذر يعني لفشل فأنه يعني أنا لا أقول أني أنا والله لم أكتسب مهارات اللازمة لهذه المؤسسة. يعني إحنا إذا أردنا أن يكون هنالك معلم قدير نعطيه المهارات اللازمة لكي يكون معلم قدير، نجهزه. إذا أن سائق نعطيه التدريب اللازم لكي يصبح سائق جيد، فما بالك بمؤسسة عظيمة مثل مؤسسة الزواج. فنحن هنا نقول بضرورة وأهمية الاطلاع والتدرب على المهارات اللازمة لديمومة العلاقة الزوجية. أبرزها اللي هو أني أفهم الطرف الآخر، شخصية الطرف الآخر، أبرزها أني أعرف آليات التواصل والحوار، أبرزها أني مهارات حل المشكلات. هذه كل قضايا بحتاج حتى النمط الشخصي للزوج، بحتاج كلا الطرفين أن تعرف أنا مثلا. طيب هنا هل يؤثر المستوى التعليمي دكتورة؟ كل شيء يؤثر، كل شيء يؤثر طبعا. المستوى التعليمي، المستوى الثقافي، المستوى الديني، المستوى الاقتصادي، كل العوامل تؤثر. عشان هيك احنا دائما نقول كلما كانت في هنالك نوع من الكفاءة يعني نوع من التقارب يعني مستوى متقارب مع بعضهما يقلل الفجوة، كلما كانت هذه الفجوة أقل كلما كانت المشاكل أقل. لكن لا نستطيع أن نقول أنه لا توجد مشاكل، حتمية المشاكل حتمية، لأن لابد عندما نقول أنه إذا أراد الإنسان أن يولد فلابد من مخاض، المخاض لابد له من آلام، حتى يولد هذا الإنسان العظيم لابد له من آلام، فكيف بميلاد الأسرة التي يقوم عليها هذا الميلاد؟ فبالتالي إحنا بحاجة إلى أن نهيئ مسبقا، نزود بالمهارات السليمة العلمية نفسيا برضو، حتى في يعني نقول إنه نستعد نفسيا إلى أننا قادمون على مرحلة صعبة بحاجة إلى أن تأخذ مني فئان. هي أحيانا الجمال يكون فيها أعلى أكثر من الصعوبات التي نتحداها بكل ما اجتزت. كيف أنت بتلعب لعبة بالبلاي جيم يعني ما تخطي مرحلة بتكون صعبة جدا، تشعر باللذة الانتصار أكثر، تشعر بالفرحة أكثر، نعم. تشعر بالمتعة. نفس جميل. الشيء العلاقة ما بين الزوجين، كل ما أنت اجتزت يعني مرحلة يمكن الشهر الأول من الزواج بنجاح، نعم تشعر بالفرحة ويعطي ذلك نوع من التعزيز إلك لأنك تستمر جدا. وإنك تقدم وتوطد العلاقة. نعم. أيضا أستاذة أشجان يعني كنتم تتكلمون عن حل المشكلات، والأخ أبو طارق أيضا يعني تكلم عن تراكم الأمور فيما لو لم يحل الزوجان المشكلة في وقتها وتراكمت الأمور وتفاقمت حتى أدخلوا أشخاص آخرين أعطوا رأيهم في حياتهم الخاصة، فما بين أن لا نحل المشكلة وما بين أن نحتاج أن ندخل غرباء حتى لو كانوا أهلنا في خصوصياتنا. هي من ضمن الأمور اللي احنا بنتفق فيها قبل الزواج أو في مرحلة العقد إن لو حدثت مشكلة مين ندخله في أمور حياتنا؟ الاتفاق على الشخصية والالتفاف حولها جزء كبير، ممكن 50% أو 40% من الحل اختيار الشخصية. بمعنى أن بنجد بعض الأوقات أن البنت لما بيحصل مشكلة أو الزوجة هي بتسأل والدتها أو نعم. تدخل والدتها أو والدها أو أخوها، ويكون الزوج متضايق تماما من هذا الأمر ورافض أي تدخل، فيحصل صدام بين الزوج وأهل الزوجة. أو أن هي تقرر تكلم والده فبالتالي يحصل صدام بينها هي شخصيا وبين والد زوجها. فبالتالي الاتفاق حوالين الشخص المنوط بالتدخل في حياتنا الخاصة والشخصية وحل المشكلة
يفضل يكون طرف ثالث ليس من أهلي ولا من أهلها. طيب إذا إلى أي متى، يعني متى ممكن للزوجين أن يصلوا لهذه المرحلة؟ يعني سنة أولى زواج هل نجد البعض ممكن؟ من أول شهر ممكن يلجأوا لبعض حتى الاستشاريين أنهم يتذكروا. أليس استعجال منهم؟ استعجال يعني منهم، ولكن ده نتيجة أن مش كل الناس بتحط بعض القواعد. فبالتالي إحنا إمتى بندخل حد؟ لما أنا وإنت ما نبقاش متفقين على نقطة التقاء. يعني انت متمسك برايك وانا متمسكه برايي، وجود شخص ثالث واحنا الاثنين متفقين عليه، على فكره ده حل. اللي بيحصل في المشاكل المتراكمه او المتفاقمه او لا قدر الله الانفصال، ان احدهما بيكون عايز يدخل حد والطرف الثاني رافض. انا كلمتي اللي هتمشي، انا الراجل وانا القوامه وانا الكلمه اللي هتمشي. طب الامر يكون مثلا بالاتفاق، انتقال لبلد، امور جوهريه، انتقال من بلد لبلد او مكان السكن او انتقال ظروف المعيشه او تغيير نوع العمل او فبتبقى امور حياتيه الزوجه بتبقى مختلفه فيها، او العكس الزوج طالب من الزوجة حاجة معينة وهي رافضة. فبالتالي أحد الطرفين بيطلب إن أنا محتاجين ندخل حد هو يحكم بيننا. لو الطرف التاني قال نعم ندخل، ده إنجاز. إنما اللي بيحصل إنه بيرفض. فإمتى بقى إن إحنا نقول كده؟ ممكن تكون حاجة صغيرة وممكن تكون حاجة كبيرة، ولكن الأمر ده بيرجع لاتفاقنا إحنا إن في أمور لازم نتفق إن إحنا نقدر نتجاوزها. كل ما يخصنا ويخص مستقبلنا وحياتنا، وطالما أنا عايز أكمل معاك مع الطرف الثاني، فبالتالي أقعد على طاولة الاتفاق ونبدأ نتكلم. لا سيما أنه سيأتي أولاد بعده ونحل مشاكلهم، يعني من المهم أن يكون هناك طريقة ونبقى مفرقين إن في كل الأحوال هتحصل مشاكل. صح. يعني مفيش، إحنا خلقنا الإنسان في كبد، دي حياة. وزي ما الدكتورة سعدية قالت، في شخصين من بيئات مختلفة بيجتمعوا ويغلق عليهم الباب. نبقى محددين هل دي مشاكل جوهرية ممكن فعلا تأثر على حياتنا، وإن إحنا ممكن ما نكملش ونوارد فيها لا قدر الله انفصال أو اختلاف الشخصيات عالي أو كان سوء اختيار. فهنا بناخد خطوات تانية في الحلول، ان احنا مثلا نوقف الانجاب، ان احنا نبدأ ناخد دروس تأهيل. انما لو هي مشاكل عادية ودائما بنختلف ونعتاد ان احنا بنختلف كتير، واول سنة بيحصل فيه صدمات، لا يعني ما نتضايقش ولا ننزعج، ده طبيعي جدا. السنة الاولى مرحلة معرفية تامة، ان انا اقول ان انا بنتخانق كل اسبوع مرة مش مشكلة، المهم انها مشاكل غير متكررة لها اشكال عدة، ان احنا في الاخر بنتصافى وبنرجع اقوى من الاول. جميل جدا. لدينا مشاركة من الأخت سويت هارت تقول السلام عليكم. السنة الأولى تكمن صعوبتها في اكتشاف السلبيات والاختلافات بين الزوج والزوجة، وتسقط الهيبة والصورة النموذجية المتكونة أثناء فترة الخطوبة. لعلكم أشرتم لهذه الأمور. لدينا سؤال من الأخت هند الهادي تقول أهلا بكم أخواتي وبك أختي، ما هي المعايير التي اللي ممكن تقلل الخلاف؟ هل تشابه الشخصيات أو التوافق، أو ما هي المعايير بشكل عام؟ يعني إحنا لما بنتحدث عن المعايير، أنا بتخيل إنه التوافق ما بين الزوجين مسبقا عن ما هي هدفنا من عملية الزواج. يعني هو بين تشابه وتوافق أم اتفاق؟ يعني نريد هون أن نحن إذا اتفقنا إنه الهدف من الزواج هي ليست فقط إشباع حاجات جنسية أو نفسية فقط، بل هي ينبني عليها بناء مؤسسة بأسرها يلتقي فيها الزوجين لينتج عنها ثمار من أطفال، من أسرة، يلتقي فيها عائلات كلا الطرفين. هذه المؤسسة هي مؤسسة يعني ليست وليدة اللحظة. فإذا اتفقنا على أنه الهدف عظيم جدا يستحق أنه نذلل أي صعوبات يعني تواجهنا في هذه المهمة أو في هذا الهدف. هلا في تحقيق، من أجل تحقيق هذا الهدف، في معيار مهم جدا اللي هو طريقة الحديث عن الخلافات ما بيننا، أو أسلوب التواصل ما بيننا. كثير من المشاكل نجدها إلى أنه مش المشكلة في المشكلة نفسها بقدر ما أنه التعبير عن المشكلة، أسلوب طرح المشكلة، محاولة حل المشكلة. هذه قضية يعني لو كان كلا الطرفين انتبه إلها، يعني يمكن أنت كلامك صحيح لكن ارتفاع الصوت جعل الأمر مختلف. أنت كلامك صحيح لما كان ترافق مع بعض الإهانات، ولكنه فتركنا المشكلة الأصلية وبدأنا في المشاكل التي تترتب بس فقط من الأسلوب، من أسلوب الحوار أو أسلوب الحديث عن المشكلة الموجودة لدى الطرفين. هذه تقلل من الاحتكاكات، يعني أنه إحنا
يعني نعتمد أسلوب قائم على الاحترام، هذا يعتبر أيضا معيار مهم جدا ما بين الطرفين، اللي هو التواصل، حل المشكلات، لكن قائم على الاحترام بين كلا الطرفين. جميل جدا. لدينا أيضا مشاركة من الأخ إبراهيم من المغرب، يقول لكي يكون زواج ناجح يجب أن يكون زواج عن اقتناع، وأن يتقبل الطرفان عيوب الآخر وأخطاء الآخر، وأن يكون يخلق طرف لطرف الآخر أعذار، يعني يوجد له أعذار، ويعرف كل طرف أن الحياة وظروف تتغير، والطرف الآخر سيتقبل هذا التغير. فمثلا الرجل كان يعمل وبعد مدة ولأسباب رجع الرجل بدون عمل، هذه مشكلة عويصة. يعني نحن هنا لن نتكلم عن سنة أولى زواج أصبحت مشكلة عامة أستاذة أجان، يعني أيضا لا سيما لنقل بأنه في سنة أولى زواج يكون الرجل أيضا بعد أعباء العرس والمصروفات وفتح ديون البيت والفرج وكذا، قد يكون مديون. صحيح، تمام؟ يعني نسبة كبيرة لم يكن الجميع يدخل للزواج وعليه دين من الأموال أو مثقل بالأعباء أو عليه تراكم للأعمال المفروض يقوم بها. يعني هم كلهم يحلمون بشهر عسل في ماليزيا وشهر عسل في جزر المدري شو، وإلا هذه ليست حالة كل زوجين. لا، هي طبعا مش حالة كل زوجين، وزي ما قلنا موضوع رفع سقف التوقعات، والفكرة إن التعامل مع الزواج هدف ولا وسيلة، دي بتوفر كتير جدا. يعني أنا لو بصيت إن الزواج هو وسيلة ان انا اول شيء برضي ربنا عز وجل، نعم، وان انا بنشئ اسرة، وان احنا الاتنين بنكمل طريق مع بعض، انما الفكرة اللي بيحصل فيها مشكلة ان انا خلاص ده هدف، انا كده وصلت لهدفي، انا تزوجت، اريد بقى جني كل الثمار، اريد الفسح والاموال والرفاهية والترفيه والكلام الحلو، فبالتالي ان كان ده من الزوج او من الزوجة فبيبقى هنا المشكلة. ففكرة ان انا دايما باصص للزواج ان هو الخطوة الاخيرة والوصول ليها الامر انتهى. غالبا ان الزواج الاثنين بيدخلوا الزواج بكم من الاعباء عموما، يعني هي بتبقى ضغوطات واستكمال الشقه والعفش والتجهيزات ان كان الزوج او الزوج، بس طبعا الزوج اضعاف، فبالتالي في حاله من الانهاك. فالفكره ان احنا دايما نتعلم كيف نسعد بعضنا البعض. الفكره ان السوشيال تدخلت بشكل كبير جدا في حياه الجميع، افسدتها بان انا ربطت ان السعاده باشكال رفاهيه معينه، يعني اللي تم زواج بلوجر معينة أو واحدة من المشاهير ومصورة البحر بقى وزراء والهدايا وأحلى حاجة ورفيق العمر وعوض الحياة والكلام الكبير جدا، واحدة تانية تلاقي نفسها متزوجة بقالها 3 أيام وزوجها اضطر ينزل رابع يوم العمل، وهي خامس يوم نزلت عند حماتها أو بدأت تتحرك، فإحنا ما أخدناش شهر عسل، فبالتالي تبدأ تحرم نفسها من سعادة قائمة. انت واللي في المالديف زي بعض، يعني بغض النظر عن فكرة المتعة الخارجية، وقد يعودوا من المالديف متخافين. هذا حصل يعني في أحد الشهيرات المشاهيرة، بغض المشاهيرة النظر يعني عن فهي الاسم. الفكرة ان انا عايز معنى سعادة ايه، ده بيكمن. احنا مش عايزين الناس تبقى مثاليين قوي ويا جماعة الحاجات دي حلوة ومتعة وقطع من الجنة، واللهم ارزقنا جميعا وارزق الجميع بحياة رغدة وجميلة، ولكن لابد أن أقف على أرض الواقع، لأن المشكلة إن دايما بتلاقي أزواج أو زوجات منهكين باللحاق بالكلام ده كله. أنا تزوجت وعايزة نجيب العربية دي، يجيب العربية، عايزين نجيب كذا، عايزة أجيب المجوهرات اللي بشكل فلان، فدايما أنا في حالة إنهاك، حتى لو كان فيها دين، حتى لو كان. وبالتالي شفنا ناس كتير مشاهير هم بينقلوا صورة معينة وفجأة يجي خبر الانفصال، طب إزاي ده لسه كانوا منزلين كذا. لا تلتفتوا لكل هذه الأمور، أنا ماذا أريد مع شريك حياتي من شكل السعادة، وتكمن السعادة الداخلية إن هو يرضيني وهو مؤتمن علي وأنا أشعر معه أنه السند وأنه العون، وإن إحنا نكمل مع بعض نصف ديننا، وإن إحنا نكمل الحياة بشكل سليم، وهي تخاف علي وعلى مالي وعرضي. فالمعاني السامية دي أحلى بكتير من أي حاجة، وندعو الله أن يرزقنا بالأمور الأخرى. يعني هي فوق هذا وكماليات بالضبط، ندعو، ولكن التوازن فيها بيجيب راحة نفسية، لأن الحياة بأننا أنتوا بتقولوا كلام مثالي وما هي الناس عايشة، إشمعنا إحنا اللي عايزيننا نتقشف ولا نعيش
رغد الحياة. لا، احنا كل الناس نفسها تعيش في رغد الحياة، ولكن لا تحرموا نفسكم من الواقع في أحلام مستقبلية أتت أو لم تأتي، فبالتالي بحرم نفسي من سعادة قائمة. رائع جدا. لدينا مشاركة الاسم غير موجود تقول أو يقول لنرى من. السلام عليكم أحبائي، نعمل أي مع الزوج اللي اكتشفنا، نعمل إيه مع الزوج مصرية. اللي اكتشفنا، نعمل إيه اللي اكتشفنا مصرية بعد الزواج؟ طبعا اختلافه عن زوجته في الجانب العاطفي، بمعنى الزوج كل اللي بيهمه يأكل ويشرب وينام، والزوجة عايزة اهتمام، كلمة حلوة، خروجة حلوة. الزوج حقا لا يجد الكلمة الطيبة ولا التعبير عن المشاعر ولا الحب ولا الرومانسية، بيشغلوا الزوجة، حاسة بحرمان عاطفي. حسيت قد إيه الحلال ناشف، مش زي ما كنت متوقعة، مصدومة. هو تربى في بيئة ما فيهاش بربع جناح النية وحب والكلام ده، أعمل إيه علشان أغير ده؟ عايشين حياة عملية روتينية، مهمة الراجل في أسرته فلوسه بس، فين الزوجة اهتمام حب كلمة حلوة؟ حاجات بسيطة طلبتها كتير لكنه مش قادر يعملها ولا قادر يعبر عن حبه. أظن الأخت يعني طرحت إشكالية جوهرية عامة وكبيرة، وأصبحت ما بين الوسواس والواقع. يعني لو نستطيع أن نبدأ مع دكتور سعدية ثم ننتقل أستاذة أجان من الناحية النفسية، يعني الزوجة تحتاج عاطفة، ما بين العاطفة والرومانسية التي نحياها على السوشيال ميديا ونطلبها من الزوج، قد يكون صاحب رومانسية ولكن بكميات قليلة، أو رجل فعلا ناشف العواطف. يعني كيف تتعامل الزوجة مع هاتين الحالتين؟ هو معرفة طبيعة الرجل بتساعد كثيرا المرأة في التعامل مع الرجل، ومعرفة الرجل بطبيعة المرأة اللي هي لغات الحب الخمس. يعني أحيانا أنه لو تذكريه يعني اللي هي اللمس والنظر والهدايا، كلها هذه هي لغات، يعني مجرد الاهتمام، يعني اهتمام الرجل بحاجيات المرأة. يعني ليس بالضرورة أنه يتحدث، يعني في بعض الرجال لا يتقنون، في بعض الرجال لسانهم حذق ولذق ويعني فنان في الكلام المعسول، لكنه على أرض الواقع تجديه لأنه يعني يشبع المرأة خيانة ويشبعها مصائب. فإحنا لا نعول فقط، نعم هي المرأة تحتاج ويهمها كثيرا الكلمة الطيبة والكلمة الجميلة، ونحن نقول علميك. يعني إن كان هو لا يتقن أن يتفوه بهذه الكلمات، تفوهي أنت بها، علمي بها، لا تيأس بل أن تعلم كيف يتحدث، تناقشه، تحاوره، تقول أنا أحتاج. لا تتحدث بطريقة النقد. كثير من المشكلات اللي تواجه ما بين الطرفين إنه أنا أعبر عن رغبة، الشيء اللي أنا أرغبه بطريقة النقد واللوم. لا أعبر بطريقة الاحتياج، أنا بحب. يعني في فرق بين أقوله أنت لا تتحدث الكلام الجميل، أنا أقول أنا بحب أسمع الكلام الجميل، فرق. نفس جميل. الرسالة هي نفس الرسالة، ولكن طريقة التعبير مختلفة. في مشكلة كبيرة، أنا لا أقول أنت لا تفعل كذا، أنا أحب أنه لو دينار واحد فقدتني بهذا المبلغ، لو دينار بسيط وضعت لي أو تقول لي هذا إذا بتشتري في حبة شوكولاتة فقط، يعني أمر هو بسيط قد يكون. فأنا لا أقول أنت بخيل، يعني في فرق، يعني في طريقة الحوار، في طريقة يعني الحديث، في طريقة التعبير. نعم. نحن نركز على احتياجاتنا أكثر مما نركز على واجباتنا. كلا الطرفين يركز على أنه أنا أريد أن من الطرف الآخر كذا وكذا احتياجاتي، الطرف الآخر يريد كذا وكذا من احتياجات، لكن كم منا يقوم بمسؤوليات؟ وفي المرأة الإعرابية عندما قالت للوصية مع ابنتها كوني له أرضا يكون لك سماء، هذه هي التعبير عن بلغة العصر اللي هو إيش بنقول، التعبير عن الواجب، قوم بالواجب عليك أنت يا رجل، قم بالواجب عليك، تأتي بشكل تلقائي احتياجاتك، وكذلك بالنسبة للمرأة. يعني جميل جدا، ركزتما أستاذتي على موضوع مفهوم الحق والواجب. يعني هنا أريد بس فقط أن أشير إليه قبل الانتقال إلى الأستاذة أجان للتعليق على هذا الأمر من الناحية الواقعية. يعني مثلا مصر
على سبيل المثال، بما أن الأخت مصرية دي آه طبعاً دي مشكلة كبيرة، أو بلد آخر، يعني بلد كبير جداً، يعني صح بلد واحد لكن ثقافات فعلا مختلفة، بيئات فعلا مختلفة. يعني هنا أيضا لا نتكلم عن بلد صغير من نفس العقلية أو كذا، لا نتكلم عن بلد بعشر بلدان لعله. صحيح. طيب هنا إلى أي حد المرأة عليها فعلا أن تتفهم الثقافة والبيئة التي أتى منها هذا الزوج، وكما قالت دكتورة سعدية أن تدربه من، يعني نحن نقول بالمثل يعني المرأة تربي زوجها، عذرا يعني على التعبير وعدم المؤاخذة يعني من المستمعين، هي ليست منقصة، لكن فعلا المرأة الصبورة فعلا تصنع من زوجها شخصا جديدا بمعايير جديدة. قد يكون لديه أمور في داخله لم تخرج نتيجة أنه لم يظهرها أحد من قبل أو لم يستثمرها أحد. طيب هنا إلى أي حد على الزوجة فعلا أن تكون على قدر المسؤولية في موضوع تفهم هذه الأمور لدى الزوج؟ يمكن النمط اللي بعت المشكلة الأخت المصرية دي، يعني نسبة كبيرة من المصريين دي أزمتهم مع أزواجهم لطبيعة الحياة، لطبيعة التربية. إحنا عندنا الراجل في مصر ما فكرة الرومانسية والكلام الحنين والكلام ده، فيبدأ يوصف التوصيف الراجل يعني ايه الدلع اللي انت فيه ده، فالشدة والتربية، الاهل بيربوا ابنهم على الشدة والحزم، وما ينفعش ان انت خليك راجل، والمرأة والدلع والامور العاطفية، اظهار العاطفة اصلا، وما ينفعش تبكي انت راجل. هي ليست بمصر فقط على فكرة، بس هي في الدول العربية، هي في الدول العربية، ولكن مثلا عندنا ممكن الشعب السوري شوية هو شعب رقيق وبطبعه رجال ونساء، ممكن نساء اكثر رقة، ولكن يعني بتختلف من ثقافة. بلد لبلد. نعم. نتيجة الثقافات. فمصر طبيعة الطحنة أو الطحن اللي موجود فيه، وطبيعة تربية الرجال للرجال أو للشباب، فهي يعني تميزت بالقسوة، وإن زوجتك حقك عليها أن أنت تديها فلوس وحقها الشرعي وقت ما أنت تعوز، وبعض المفاهيم الخاطئة. يعني إلى حد ما الأمور دي تغيرت، ولكن بالنسبة للمشاعر يمكن في مختلف البيئات والتربية إلى حد ما متقاربة، بمعنى أن الرجل لا يعبر عن مشاعره. فالزوج هنا هي بتقول ما شافش بربع جنيه، احنا بنقولها كده بالمصري، ما شافش بربع جنيه حنيه. فانا اول شيء، لان هي المشكله ان كزوجه هي داخله متعطشه لهذا الامر اول شيء، لانه حلالها وحقها، والنقطه الثالثه هي لم تاخذ اي جانب عاطفي، فبالتالي هي نهر متدفق من العاطفه وتريد ان يقابلها نفس الشيء من الطرف الاخر، فتجد النشفان والجمود والارض الناشفه. فبالتالي هنا يعني نعود الى التوقعات بالضبط. لا بس في جزء منها ان اول شيء بتبقى عارفه هل هو تربيته كده ام لم يخرج هذه الامور. فكرة التدريب دي مهمة جدا، بس أنا ما ينفعش أدرب حد وأنا واقع عليا ضغط، يعني ما ينفعش أنا أقول للزوجة تحملي وافهمي كويس جدا وطولي بالك وأنا في حالة من التعطش وحالة من الضغط النفسي وحالة من. طب هنا أستاذة أجان، يعني ما في شخص بالدنيا إلا بحاجة للعاطفة، يعني حتى الرجل نفسه هذا طبعاً الذي طبعاً نقول طبعاً عنه ناشف ولا يعطي درهم، شو جنيه حنية بربع جنيه حنية بربع درهم، لكن هو أيضا لديه كتلة مشاعر بداخله تشتعل، لم تكتشف. نعم. أول شيء أن أنا كزوجة يبقى عندي أنا مخزون بتاعي، أنا تعلموا أن تأخذوا مخزونكم منكم نفسكم. يعني إيه؟ يعني أنا مبسوطة بحالي وأنا سعيدة وأنا أعرف أسعد نفسي، وهجتهد مع زوجي أطلع المشاعر دي. جميل. لأن اللي بيحصل إيه؟ أنه بيحصل حالة من الإحباط، أن هي تقول له الجملة الشهيرة الاهتمام ما طلبش، هات لي ورده، هات لي حاجه حلوه، خرجني، فسحني، هو يقابل ايه ده؟ ايه الشغل ده؟ ما انا جايب لك كل حاجه، فبالتالي يحصل صدام، فبالتالي يحصل احباط عندها، فتبدا تاخذ نوع من اتجاه الاخر وهي الصمت وعدم الحديث وفقد الشغف للحياه وعدم الاقبال عليه اصلا، لان هو شخص جاف فانت صنفتيه. ولكن حطي ببالك ان اول شيء ان انا معايا حاله هي 25 30 40 سنه، هو تعود على هذا النوع من العاطفه ان ياخذه بشكل معين او لا يعلم العاطفه، فانتي انا هدرب هذا الامر وهاخد هذه التجربه معايا وقت ومعايا عاطفه لنفسي، انا هعلمه ازاي تكون موجوده العاطفه. والنقطه الثالثه ان انت نفسك اسعديه وسعدي نفسك، بمعنى ايه؟ اعملي جو من البهجه، قولي الكلام الحلو، انت اغدقيه بكلام حلو، دايما جددي من نفسك. النماذج دي لما بتشوف بتبدا ترى جانب اخر من الحياه، يعني لما يرجع من الشغل انت قابلي بالبسمه وباللبس الكويس، ولعله جانب اخر من شخصيته نفسه صحيح، وانت وتبداي تضعي
بيدك لا يوجد رجل في العالم ليس له مفتاح ابدا ابدا ابدا، حتى لو هو يعني في ناس 25 عام ولم تقل ابدا كلمه بحبك، ولكنها يعني فعلت هذه الكلمه اشكالا والوانا، والزوجه تكن قمه المشاعر من الحب والرفاهيه، ولكن مارس الحب بكل اشكاله، فبالتالي ما بحث عن شكل معين هو انا احتاجه وهو يرضيني. اجتهدي في التدريب واجتهدي في اخراج ما لدي، وفي لحظات الصفاء والكلام الجيد بينكم ابدا قولي له انا نفسي واحنا خارجين تعمل كذا، احنا خارجين وانت بتشتري لي، لو عمل اي فعل. طيب حتى لو رساله ايضا للزوج الذي يسمعنا، لعله هو ايضا يحتاج ان يفعلها لكي لا نرمي الثقل دائما على المرأة. طبعاً. لكن ايضا الزوج عليه ان يتقرب بهذه الطريقه، لا سيما بان السنه اولى زواج هي تدريب لكلا الطرفين. لدينا الاخ عماد الازومي، عذرا على التلكؤ في اللفظ. انتم رائعون جدا، نفع الله بكم واثابكم الله على كل ما تقدمونه ونفع بكم، ونشكركم جزيل الشكر. ولدينا ايضا مشاركة تقول الزوج عبر واتساب: الزوج الذي يتهرب من النقاش دائما لا يصبر على قراءة بوست هادف طويل مثلا أو محاضرة أو حلقة من دولة النساء أيضا. ما هو الحل دكتورة سعدية؟ بحاجة لوجبات سريعة. نقاط يعني قصيرة وسريعة. تتحدث معه باللغة التي يسمعها، يعني إن كان لا يطيق أن يحضر محاضرة طويلة أو حلقة طويلة، نتلمس بماذا يرى، ماذا يرى، ماذا يسمع. أرسل له مثل ما ذكرت أستاذة جان SMS، أرسل له واتس، إنستغرام، أيا ما يشاهد هو ويرى. أتخير بعض الأفلام السكتشات القصيرة اللي ذات يعني تهدف الفكرة اللي أنا موجودة عندي، أوصل له هذه الفكرة بطريقة أو يعني أخرى. هون أنا بدي أذكر مثل الله يجزيك الخير دكتورة سعدية على كلامك، يعني يعني يقال بأن المرأة التي تريد أمرا من زوجها تستطيع أن تأخذه مهما كان، بالحيلة بالملاسنة بالحيلة إلى آخره. عظيم زي ما يعني دائما يكون لديها طريقة لتصل لما تريده من زوجها. طيب إذا أرادت شيئا تبني به سعادتها وسعادة زوجها، وأيضا بالمقابل يعني دائما هناك لحظات جميلة بين الزوجين، لا سيما في السنة الأولى مهما بلغت المشاكل، إلى أي حد على المرأة أن تختار الوقت المناسب لكي تتقرب إلى زوجها وأيضا الزوج إلى زوجته؟ هي أهم نقطة عدم اللعب بالعلاقة الحميمة، بمعنى أن ده خطأ كبير جدا بعض النساء بتقع فيه، أن هي تساوم بالعلاقة الحميمة، أن قبلها أو بعدها تبدأ بالحديث في أمر مهم، الرجال لا يحبوا هذا الأمر، فهذه المنطقة لا تقتربي منها. النقطة الثانية الحرمان منها، بمعنى أن بعض الأزواج بيعتبروها إما أحرم الزوجة أو الزوجة تحرم زوجها، ويعتبروا منطقة الهجر دي كأن هو سلاح كل واحد منهم بيفرضه على الآخر. وفي سنة أولى زواج المفروض أن الأمر ده ما ينفعش، أن إحنا لازلنا بنعتاد عليه، بناخد عليه، بنتعرف عليه، بنكتشفه. الحياة الجنسية ممكن 4-5 سنوات في بداية الزواج ما هي إلا اكتشاف، فبالتالي أنت لسه في أول سنة زواج، فيبدأ يهجرها حتى تتربى، هي تقول تمتنع عنه حتى يعلم أني أريد هذا الأمر، فبالتالي العلاقة الحميمة بدأت تلعب دور هي مش الأساس فيه. فدي أول نقطة. اختيار التوقيت، إن أنا ما ينفعش إن أنا دايما في أوقات الخصام أو العتاب أبدأ أعاتب وأبدأ أطلب بعض الأمور المبالغ فيها، أمور مادية. بمعنى إيه؟ لو هنقول مثال عملي، إن مثلا أنا في نوع من أنواع الخلاف بينها وبين الزوج، تبدأ تطلب مطالب للبيت، محتاجين ومحتاجين ومحتاجين، طب إيه جديد؟ يعني هي أنا النهاردة رحل والدتي، أنا النهاردة عازمة والدتي، فتبدأي تحطي بعض الضغوط بشكل معين على الزوج، وكأنها بتفرض عليه اللي بقدر عليه، السلاح اللي في ايدها ان انا بضغط عليه، اهلي جايين معزومين اليوم، انا اليوم خارجه مع صحباتي، صحباتي جايين اليوم، فابدا ادور هو ايه اللي بيضايقه، او مثلا ايه اللي ممكن يخرجه من موده الجيد لمود سيء. فدائما ابتعدوا عن هذه الامور في لحظات، زي ما زوج يكون بيعاقب زوجته، انا والدتي جايه تاكل معانا النهارده وانتوا اصلا في خلاف بينكم، فبالتالي بلاش تجيب حد انت شايف ان البيت مش مستحمل حاجه زي كده. فدائما بلاش اللعب بالاوراق اللي فيها استفزاز للاخر. يا جماعه الخير، احنا مش في نديه، مش عايزين نثبت انا اقوى منك، وانا في ايدي اضايقك، وانا في ايدي ازعلك، وانا في ايدي اهجرك، وانا اقوى منك باني احرمك من كذا. في بايد كل واحد انه يزعل التاني،
واحد في ايده يقلب حياته محسوم في ايده يقلب حياه الاخر الى جحيم، يعني صحيح. الزوج يقلب حياه الزوجه الجحيم والعكس صحيح. صحيح. فبالتالي الادوات كل واحد منكم يملك ادوات لا تستخدموها اوقات الخصام. النقطه الثانيه، اوقات الصفاء والاوقات الجيده استغلوها احسن استغلال في توطيد العلاقه، في الكلام الجيد، في ايصال المشاعر، يعني ليس في طرح المشكله في هذه اللحظه، ولكن يعني واحنا بنتغدى والكلام جيد. النقطه الثالثه والمهمه، ماذا يحب كل طرف من الاخر؟ يعني هو بيحب ما حدش يتكلم معاه وهو بياكل، في اي امور خاصه بالبيت. انا بقى من وجهه نظري ان هذا هو الوقت الجيد للكلام، لا، هو اخبرني ان هو بيحبش اثناء الكلام ان احنا نتكلم، هو واحنا خارجين، لا واحنا عند اهله، لا وانا لسه صاحي من النوم، لا لا وانا جاي انام. فبالتالي اختيار التوقيت بيقع، يعني انا اختار الوقت الجيد للحديث سواء زوج او زوجه، جزء الاول حسب ما يناسبه الطرف الثاني، والنقطه الثانيه اللي ملائم لحياتنا العامه. ان احنا مثلا لو احنا ما ينفعش واحنا جايين ننام وهو بيحبش حاجه، او هو بيتفرج على التلفزيون، او هو بيحكي في التليفون، فدائما وطدوا العلاقه القويه بينكم في اوقات الصفاء بشكل جيد، في حسن اختيار التوقيت واختيار الالفاظ الجيده. ودائما دائما ابداوا بالمدح، يعني دايما امدحي زوجك، جزاك الله خير انت جبت كذا، جزاك الله خير انت قلت كذا، الله يعطيك العافيه انك طبختي يعني كذا. الله سبحانه وتعالى يقول فاذا الذي بينك وبينه كانه ولي حميم، فما بالنا بالزوج القريب. نشكركم دكتوره سعديه ابو عواد، نشكركم استاذه أجان يحيى، وراس الامر كله ان يبقى البيت هو مركز الاسرار للزوجين، وان يبقى الاهل أحباب وأصحاب على الرأس، ولكن لا يتدخلون في الخصوصيات، لأن السر إذا خرج وفشى يصعب حله لاحقا. مشاهدينا الأعزاء، نشكركم على حسن متابعتكم، ونلقاكم بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة قادمة من دولة النساء. أشهد أن